هذا متحرك، شلون ما تريد تقدر تحركه على الاتجاه اللي يعجبك، تقدر تفرهن وتقدر تخليهن واحده واحده. انت بعد اللي يعجبك الموديل يصير زاويه، موديله حلو تقدرون بالحق. هذا ستيل لا يزنجر ولا ياخذ طوله، تقدرون بالحمام، تقدرون بالمطبخ للبهارات، تقدرون كل شيء للشامبوات. موديله حلو، ستيل ثقيل مو بلاستيك، سعره 20,000. تشوفون هذا المبرد، طبعا المبرد انطيكم اياه بشرط اذا ما يطلع السكاكين القصقص، موس مرجوح، موديله حلو، وهاي منها لاصقه الماده على مود ما يزحلق، سعره 3,000. السلام عليكم، تعالوا شوفوا لنا هذا الموديل الحلو، ستاند مال كب كيك. هذا الموديل يجي هيك كلش حلو، الستاند موديله حلو، هنا يصفط الكب كيك ثلاث طوابق، سعره حلو ب 3,000 بس. شوفوا لنا السيتات مال المكيالات، شوفوا هاي المكيالات خمس قياسات وكله مكتوب القياس مالته، وسن ستيل اصلي، هذا سعرها 2000، خلصنا من عندها. نجي على الموديل الثاني، شوفوا لي موديل كلش حلو مستطيل، تجي ويا المكسارات هم سن ستيل، هم سعرها 2000، هم خلصنا من عنده. شوفوا لي هذا البداعة، مكيالات سل ستيل من الثقيل طبعا، شي درجة أولى، تجي أربع قطع، السيت مالته ب 4,000 دينار. شوفوا لنا جبنا لكم وهذا ماشيش طاووق، شاشة ستيل سن ستيل 12 قطعة وبيش 2000 دينار. تعالوا شوفوا لنا هالموديلات الحلوة مال المقص، هذا يجي بي كم مقص؟ 1 2 3 4، أربع قطع مقصات. وهذا الموديل الثاني يجي لي 10 مقصات، هذا سعره 3,000، هذا سعره 7,000. شوفوا ان هذا السيف مال مغسله، تجي مال صابون سائل، تجي مال وسطه مال تنظيف، تجي الفرشه ويا السيت كامل ويا القاعده، موديله كلش حلو، لونه اسود حلو على 5,000. شوفوا ان هذا السيت مال معجنات مال كب كيك كلش حلو، سيت متكامل يجي سعره حلو 5,000. شوفوا لنا هذا اللانش بوكس، يجي بعدة الوان، موديله حلو، طبقه كريديك، شوفوا لي الديزاين مالته من جوا، شوفوا لي التقسيم، موديله كلش كلش روعه، وسعرها حلو ب 2000 دينار. مال اكسسوارات بس باعونا الجمال، باعونا الديزاين اول شيء، اكريديك، حافظه حلوه، تجي طوابق من الداخل، خليني افتح لكم اياها. من تفتح باعوني الطوابق. عفوا طلعوا لي الطوابق مالتها عشان تنظفها عدل، طلعوا لي الديزاين من جوا تجي مقسمه، ومنها تجي مقسمه الداخل مالتها كلش ديزاينها حلو. طبعا هاي ما مشكله فلهذا ما انفتحت تمام، طلعوا لي بس الشكل هاي، ديزاينها حلو، سعرها حلو 25,000. اليوم توفر عندنا موديل يد لاصقه، طبعا هاي لصق على اي مكان، على السيراميك، على الجام، على الاكريليك، على البوب، على الخشب، يده كلش حلوه لاصقه، ديزاينها حلو، شوفوا لي الموديل مالتها، شوفوا لي القوه مالتها، هذا باب كبير كلش سلايد، وعلي براحتنا نحرك، الموديل مالتها حلو، سعرها حلو 2000 دينار. شوفوا لنا هاي الجزامه محافظه، تقدرون بها ظهر، شوفوا لي ارتفاع مالتها تقريبا 10 12 سنتيم، كلش ديزاينها حلو، خشب شيء مرتب، قاعدات خشب، كلش ديزاينها حلو، باعوا لي حتى من الخلف، موديلها حلو. تقدرون تستخدمون الجزام لما الحلاقة صفر شي درجة أولى، هيكل حديدي، بطارية هاي على كبرها، شوفوا لي منها التشغيل مالتها، شحن شحن مالتها تايب سي، الموديل الجديد مو القديم، شوفوا لي القص مالتها، معقول 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 الصفر مالتها شي درجة أولى، طبعا هذا شعر ناعم هم مو خشن ومرتبة، وبيش العروض اليوم ب 5,000 دينار. يجي وياها المشاطة مالتها 3 والشاحنه مالتها. على شوفوا لنا هاي الديزاين مال الجزامه، انتم ايش تقدرون تستخدمون؟ جزامه رفوف مال ملابس، مجرات اثنين يجوا وياها كلش كبار، صار شيء مرتب درجه اولى. باعوا لي الديزاين، باعوا لي النقل، مقفله كلش ديكورها حلو، هاي تصير بالكريدور، مدخل البيت، مدخل الشقه، كلش ديزاين حلو، تقدرون تكتبون هنا جزامات، وهنا تكتبون الجواريب، اي شغلات تريدون تطلعها. زينة حلو سعره حلو 35,000 بس خشب صاج شي درجة أولى. شوفوا لنا هاي الديزاين جزامة رائع، انتوا اللي يعجبكم موديلها كلش حلو، شوف داشين لكم السعر على ما تشوفون براحتكم، الارتفاع مالته كبير، خشبه شي مرتب، تعال تقرب لي شوف الخشب لا يتأثر لا بمي لا غيره، هذا كله خشب طبيعي مو ام دي اف، شوفوا لي ديزاينه من ورا
حافظات تقدرون تستخدموها. ديزاين حيل حلو، هذا كله خشب زيتي طبيعي مرتب، ديزاين حلو، سعره حلو 20000. اليوم عندنا ديزاين رحله بس ديزاين جديد، شوفوا لي تجي حديد من جوا. هلا افتح لكم اياها، الحجم الكبير، قبل نشلنا واحده اصغر من عده، هالمره الحجم كبير. شوفوا لي الديزاين مالته، بس خلنا نفتحها. شوفوا لي هاي الديزاين، هاي اللي عندهم لابتوب او اي شيء بيها ستاند، درجات اي درجه تريد. شوفوا لي يقعدون يشتغلون هنا، مكان مال تصفيط مال اكل مال غيره، حجم مساحه كلش كبيره وديزاين كبير وسعرها هم حلو 12000 بس. اليوم جبنا لكم خشب شيء مرتب رف درجه اولى، يجي بيه مجلي فوق، يجي هنا مكان مال تصفيط، تقدرون من المطبخ مال البهارات، تقدرون مال الكتب، تقدرون مقلمه مال اقلام على الميز، كلش ديزاينه حلو، وجهه خشب صاج، شيء كلش مرتب، ديزاينه حلو. شوفوا لي مقسم هنا التصفيط، حتى المكياج تقدرون تكتبوه، سعره 15000. شوفوا لنا هاي الجزمه خشب، شراب طرفين ثلاثه اربعه، ديزاين كلش حلو، خشب شيء درجه اولى، قربوا لي بس بالتصوير. شوفوا لي خشب ماله يجي زيتي، هذا ما يتاثر بالماء، خشب مو ام دي اف، خشب طبيعي، شيء مرتب، هذا كلش تقدرون تستخدمون خزانه مال كتب مال ملابس، انتم بعد تركيبكم مال جزامه باته، لانه كلش المسافه عاليه، حتى باته صبتم فيه براحتكم، ديزاينها كلش حلو، سعرها حلو 25000. شوفوا لنا هذا الرف مال سلاح، طبعا اول شيء شوفوا لنا منه نظره ديزاين منه على حرف اس، شوفوا لي كلش ديكوره حلو حديد، ومنه على خشب، ورف قوي كلش، خشب شيء مرتب، وحده اثنين ثلاثه أربعة، وخشبة كبيرة جوا هم تقدرون تستخدمون للزرع. مديرة حلو سعرهم حلو 35000. شوفوا لنا هذا الرف مال سلاح، طبعا يجي دائري، قاعدة تقعد جوا، تقدرون سندانة كبيرة، هنا سندانة وسط عالية تقدرون، هنا واحدة اثنين ثلاثة صناديق. طبعا هذا ما ياخذ مساحة هواي ويلم زرع هواي، ديكوره حلو وخشب ويا حديد يعني قوي كلش، سعرهم حلو 25000. شوفوا لنا هذا الرف، تقدرون تستخدموه مال زرع، مال مكتبة، مال ديكور، انتم بعد ترتيبكم حلو. شوفوا كم رف يجي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ديزاينه كلش حلو، خشبة من الأصلي، بامبو هذا ما يتأثر حتى بالمي، سعرها حلو 25000. شوفوا لنا هاي الثلاجة مال ملابس، طبعا هنا عندكم ثلاث رفوف للتصوير، منها شماعة مال ملابس، تاخذ كومة ملابس، ديزاينه حلو، موديله حلو، والسعر مكتوب عليه 25000. شوفوا لنا هذا الرف اليومرستي، هذا يصير بالمطبخ بالحمام، خصوصا بالمطبخ بالكاونتر بين الرفين، كلش رف حلو، هذا يجي تعالي تقدرون تعلقون به شغلات مال المطبخ، بس باعوا لي تقريبا 12 تعلاقه به، موديله كلش حلو، ستيل اصلي، هذا قاعده هنا مال تثبيت ويا البواري مالته وتتكبر وتتصغر، وسعره 10000 دولار. شوفوا لنا الاكوارستي، باعوا لنا الجمال، هذا على ستة، هذا على خمسة بالصفارة. شوفوا لنا هاي الحافظات الزجاج مال البقوليات، شكردان، كل شيء. شوفوا لي السعر مالتها 1000. شوفوا لنا هاي الموديلات، أما أسعارهم بيش 1000. بيش العروض اليوم؟ كل الموديلات ذني 500 دينار القطعة. باعوا الكراتين كميات خير من الله، مو تقول لهم ما عندي كميات. كميات خير من الله على 500 دينار القطعة. شوفوا لنا جمال الخضار اليوم. باعوا لنا الكثافه والسنادين الحلوه والموديلات الحلوه، كل انواع الخضار موجود، الفاتح الطوخ، والاسعار بيش اليوم؟ كل قطعتين 15. شوفوا لنا جمال هالسنادين، بس باعوا لنا الجمال، باعوا لنا الكثافه مال الورد والالوان الحلوه، كل الالوان موجوده بيها، وبيش العروض اليوم؟ 2.25. شوفوا لنا جمال الورد، باعوا لنا السنادين الحلوه. شوفوا لنا الاحمر اليوم العروض بيش، شوفوا لنا الالوان على 8000 دينار. شوفوا لنا جمال الورد، باعوا لنا الجدر ستيل شي درجه اولى من الثقيل، باعوا لنا الداخل مالته، هلا اقلب لكم اياه، هذا ستيل درجه اولى، حتى على العين السحريه يشتغل، على الليزر يشتغل، شي مرتب، باعوا لي الجمال. وبيش العرض مالته ب 4